بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج الصباح. موضوع مهم حفيظة. الشجار زي ما نعرفه زي الخلاف طبعاً. شيء أساسي موجود في حياتنا، وهو زي ما نقوله طبيعة الحياة في الأساس، يعني وهو جزء لا يتجزأ يعني من حياتنا الأصلية، يعني سواء كان الشجار ما بين الإخوة، ما بين الأهل بشكل عام، في بعضهم بشكل عام، أو لما يكون حساس بأكثر درجة نشوفها لما يكون ما بين الأزواج، وهذا شيء طبيعي. ولكن اللي أهم من هيك إن الشجار اللي يصير ما يتعدش الحدود اللي هي يكبر المشاكل ويتفاقم احيانا في 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 العلاقه الزوجيه ما بين الازواج. معنا عبر التليفون السيد حسن الفسي، وهو مستشار ومدير الشؤون الاجتماعيه. اهلا بك سيد حسن. مرحبتين استاذ محمد، اخبارك؟ اهلا وسهلا بك، يسعد صباحك. صباحكم ورد ان شاء الله استاذ محمد. الله يخليك استاذ حسن. بس نطلب منك طلب، يا ريت لو تعلي صوتك شويه لان الصوت عندنا ضعيف. تمام، شكرا لك استاذ حسن، تفضل. سيد حسن، بعد نحكوا على الشجرات الجوزيه، احيانا بنقول ان هذين مشاكل ربما يكون في تفاقم كبير حتى في 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 الامور يلي سببها يكون على ضوء هذا الشجار، في نفس الوقت نقدر نخافوا انه يكبر وياخذ منحى اخر. ولكن سؤالي لك، كيف نقدر نتعامل مع هذا الشجار تحديدا في حاله عصبيه من الطرفين؟ هو يا استاذ محمد، ان لو ان الزوج والزوجه يعرفوا ان الاثار السلبيه للمشاكل الزوجيه يؤدي الى تفاقم الحاله النفسيه لاطفالهم، يستطيعوا ان يتحملوا على انفسهم من اجل القضاء على هذه المشاكل. لان انت عارف انت الاثر السلبي الاول هم اطفالنا، بعدين حياتهم جيل ويبقى اب ويبقى ام ويبقى المشاكل هذه المتراكمات عليه. فالتأثير السلبي للشجار حيمتد للسنوات مع الأبناء والأبناء الأبناء، يعني ما عادش تجد فيه احترام الزوجة للراجل أو الراجل للزوجة، لأن البيئة اللي عايشين فيها بيئة مبنية على الصراعات، وهذا يؤثر بشكل عام حتى على المجتمع يعني. طيب تمام، أستاذ حسن، يعني لما نقوله يعني مسببات كثيرة للشجار ما بين الزوجين، لو نتكلموا على أكثر سبب حاليا في عصرنا توا، هل نقدر نقوله بانه هو يعني النقود او الفلوس هي اكثر مسببات الشجار حاليا؟ يعني نحن نرسم المشاكل الزوجيه الى تدخلات الام والاب في الحياه الزوجيه، فاصبح هذا العنصر ما زال موجود الى الان، ما زال موضوع تدخل الام في الحياه الزوجيه بين الزوج وبين امه، تحمل بنتها اشياء لا يتحملها الزوج. احنا عارفين الظروف الاقتصاديه للدوله التي تمر فيها زادت، فنحن في عندنا في ليبيا هنا نسبه طلاق زادت، يعني ناس ما في جيل التسعينات نسبه، يعني ما نقدرش نذكرها لان نسبه رهيبه، وطلبت حتى انشاء دراسه على الموضوع هذا، لان جيل التسعينات جيل مسيطر من قبل الام والاب. اصبحوا الزوج والزوجه ميسرين عن طريق الاب وعن طريق الام. الحاله الاقتصاديه طبعا احنا لا نختلف عليها، وهي زادت البلاء هذا في بين الازواج. نعم. جيد سيد حسن، في ظل التفتح اللي نحن نشوفه فيه بشكل كبير، في تحديدا يعني نحكي على في انترنت، فيه ندوات، في توعيه للازواج، ما نقدرش نشوفه حاليا ندوات خاصه بتعطي معلومات او تسلط الضوء على بعض القضايا او مشاكل يلي تصير بين الازواج، ممكن انتفادوا مراحل ثانيه لكبر المشاكل؟ وهذا يعني من صميم اعمال الشؤون الاجتماعيه، يعني احنا طبعا انت عارف ان في المغرب كانت نسبه الطلاق في التسعينات نسبه كبيره، فتم انشاء تجربه في انشاء معهد المتزوجين. المعهد هذا كان قبل ما ياخذ موافقه الزواج الزوج والزوجه يدخلوا لهذا المعهد، ويتم اعدادهم اعداد نفسي واجتماعي من اجل تقبل المرحله القادمه. فنجحت هذه التجربه بنسبه 70-80%، وانا تمنيت ان جاتنا طبعا في الفتره السابقه في 2012-2013 جاتنا الاتحاد الاوروبي، وكان عندنا زياره لهذا المعهد في المغرب، ولكن صارت الاحداث وتم تاجيل هذا. لكن الفكره انا عرضت على سياده الوزير مسعود سوا، ونتمنى ان الفكره يتم انشائها في ليبيا، لان نحن في اشد الحاجه لهذا الحل. الشيء الاخر كما ذكر الاستاذ محمد ونشكره، ان الانترنت ما عادش اصبح يستخدم للتوعيه، بل اصبح
زيادة اتفاق المشاكل الزوجية، يعني من أسباب الزوج لما أصبح يهمل في أبنائه، وأصبح يعني حتى ما نذكر الكلام مرة حتى لينا، يعني نحن أصبحنا نهتم بالفيس ونهتم بالانترنت، وهذا أكثر من اهتمامنا بأولادنا، وهذه كارثة حيكون عواقبها في المستقبل يعني صدق. نعم أستاذ حسن، يعني سؤالي لك معروف علميا، يعني دائما السنتين الأولى في الزواج هم زي ما يكونوا الحاكم أو الفيصل لنجاح الجواز أو فشله. هل لما نتفادوا المشاكل في هذه السنتين نقدر يستمر الزواج وبشكل ناجح وبشكل سعيد؟ أستاذ السنتين هنا نقولوا نحن للتعرف، لكن الآن نقول نعم. ان الزوج لو يبتنا بناء صحيح، تجد الزوجه واثقه ثقه كامله من زوجها، والزوج واثق ثقه كامله من زوجته، والزوجه تتحمل الظروف الاقتصاديه والامور للزوج، وكذلك الاهل يتفاهموا ان هذا منزل مستقل بناء على قواعد جديده يحترم ويقدر ونستطيع ان نقضي. لكن السنه وسنتين برك في طلاق تو في الشؤون الاجتماعيه عندي بعد 20 25 سنه برك طلاق، يعني الموضوع مش مبني على سنه ولا سنتين، مبني على طول الامر، فهو هو الاعداد والتفاهم اولياء الامور للحياه الزوجيه لابنائهم الداخلين في الحياه الجديده يعني. نعم كويس سيد المستشار، يعني تحديدا في ناس يفكروا على خطوه الزواج، يعني يقدموا على الخطوه من الشباب من البنات، شنو الأشياء الرئيسية اللي لازم تكون بعين الاعتبار عند هذا الشخص المقدم على جواز برأيك باش يتفادى هذا النوع من المشاكل؟ هو لو تفاهم الزوج والزوجة إن كرامة الزوجة وكرامة الزوج هي شيء مقدس لا يمكن نفسه، أضمن لك يكونوا هم اثنين في حياة زوجية سعيدة. إذا كان الزوج استعمل عنف ضد زوجته والزوجة لم تحترم زوجها، فهذا يتولد لديهم انطباع سيء من شخصيه ويفقد الكرامه، لان انت الانسان مبني على كرامته، يعني اذا انت مسيت الكرام معناها تفقد جميع الاحترام بين الطرفين. انا لو ان الزوج قدر وحافظ على كرامه الاخر، انا نضمن لك حياه سعيده. نعم لما حابين نحط قواعد عامه للاحترام استاذ حسن، ممكن تكلمنا على هذه القواعد بشكل عام؟ طبعا كما قلت لك الناس يعني هذه التفاهم بين الزوج والزوجه وحفاظ على كرامتك، لان انت المراه خاصه المراه، انا نحكي المراه تجربتي امي اختي، اذا زوجتي التي يكون لها الاحترام والتقدير، لو نحن استطعنا ان احترم الزوجه والزوجه في نفس الوقت نحن نقول بالمثل الظن عذان من ام ومن اب ومن الزوجه، انها فلانه مثلا خير منك، فلانه تعرف، فلانه يتولد عند الزوجه اشياء يعني يجعلنا دائما نقول علينا احنا في عندنا تقريبا النكد الزوج والزوج طبعا تعرف ظروفه يعني. فالزوجه لو انها فكرت انا خلينا نجي بالعاميه على اهلها وعلى اهل الزوجه والزوج كذلك، فانا كما قلت لك والحفاظ على كرامه الاثنين هتكون الحياه، هذه اهم قاعدتين بالنسبه لنا، هو عدم سماع في نفس الوقت حفاظ على الكرامه. نعم كويس سيد حسن، بحكم يعني خبرتك ومجالك، برأيك الوعي الثقافي له دور كبير جدا على الأزواج؟ ما هو على حسب الزوجين، إذا كان مستوى ثقافي واحد فهذا يكون في تفاهم وفي تقارب في وجهات النظر، ولكن إذا كانت الزوجة متعلمة والزوج جاهل أو الزوج متعلم والزوجة جاهلة فهذا يؤثر حتى السلبي ويكون من عوامل مسببة للمشاكل الزوجية. الشيء الاخر انت ان نحن في مجتمع ليبي، انا احكي لك على المجتمع الليبي من خبرتي، ان الزوجه لو كانت مطيعه وكانت صالحه، الزوجه انا صدقني المستوى الثقافي مطلوب في الشيء هذا، لان انت عارف ان الزوجه المتثقفه المتعلمه سوف تخرج شيء متعلم متثقف، لكن من التجارب العمليه شفت انا هو الاحترام بين الازواج هو الاهم من المستوى الثقافي للزوجه. نعم نشكرك كل الشكر أستاذ أو المستشار حسن الفسي مدير الشؤون الاجتماعية، شكرا جزيلا لك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم. يقول لزوجين إن هم لازم يتداركوا كل الأخطاء اللي طبعاً. أو ممكن المشاكل حتى لو كانت بسيطة اللي تسبب شجار ممكن يكون كبير يؤدي مثلا لا سمح الله إلى طلاق أو إلى خلافات كبيرة ما بين الزوجين. بالضبط، ولازم يكون في مرونة بين الأزواج
لتفادي الكثير من العقبات اللي تواجههم، بالذات اذا كانوا عندهم ابناء او صحيح. مقدمين على تكوين اسره كبيره جدا. صحيح. نحن محضرين مشاهدينا 11 معلومة أو نصيحة أو عبارة تحديدا لا يجب أن تقال أثناء الشجار، خلينا نشوفوها وبعد الفاصل نرجع لكم.